صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا فندم. تعال بص باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. اديله 150 اتنين ونص. اديله 150 75 ونص. على قوم العربيه اللي بالسعاده اتنين ونص. قول لاخور مية وخمسين. مية وخمسين اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. ماشي يا صاحبي. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 في حاجة تانية اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. اتنين ونص. وتعالى وبص. يلا يلا انت اهو من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يروح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في سوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقف في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عن المعروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولة العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت يا بيه رمي الجدة تبيه؟ جدة يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك في عرضك في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطة. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص. وتعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صاحبي. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل. لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. امال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر. أيوه ما هو لا إله إلا الله. ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت
ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ الزمة مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. الله، ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. ألو؟ أنا أمين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق. أي خدمة؟ أهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد. ليش لزوم يا معلم؟ هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. Thank you.
طيب انا حصل عرضة عرضة غلطة. انت على غلطة. يا معلم. جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. رسائل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. ها
السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارت ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خدك وكلت البلح. هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو شعور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. Thank you.
ما ترد السلام يا رجاله، ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمرت ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عبده بدمعك. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقول لك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعه. نصيحه اخويه، اوعوا تتاخروا على الكينج. تروحوش، ده ميه من تحت تبن. ده اللي قتل ابويا، قعد يتودد له لحد ما امن وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم يا ملك، حضري لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟
النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3, 4, 5, 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شيء بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا مجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه؟ خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شويه معنا. ايه شويه؟
ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا اخوكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة. ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول؟ حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النظر جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر يا شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صارمه. ايه؟ صارمه، اسمي صارمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباه؟ صارمه. ايه؟ صارمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم
ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقى شيش. ها برضه مش هتاكل حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. تعالوا فرحين بدكم خيمة بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص يا هلا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة محدش ما بيعينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متفقين صدقناكم. الواد ده لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، ده بقى مكان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ لشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننه. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدام اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. أنا بقى أدي التلت لأمي. وابقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. Yeah.
سيبوه سيبوه. اوعى سيبه. سيبوهم سيبوهم. بسوء كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ اهو عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي.
تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني انا بشتغل مستثمر اجنبي. ده مصدر واحد اجنبي. اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك، لا انت واخدها. ايه انا مش حاجه بقى، مش فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ فين المنشار؟ طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخه عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي. 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا يا سعادة البيت. أيوة سعادة البيت. ما كنت تهرب أنت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ أنا جعان. إيه بقى يا شمالك؟ لا مفيش. أوعى تنخى أو تطاطي، لا تاكل رقبتك. تتكلم عن إيه؟ عدينا يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها دارك تجري وراك. مع عصلجة. اديها بالجزمة. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي.
فشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا معرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله، هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها طيب، كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عارفها من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا، صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح، مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفله النهارده كمان. حلو اشتكيت ها؟ لو اكون حد شاف عليك، انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ اشرب. لا عطشان، عايز شويه ميه، مش دي قله برضه؟ قله؟ انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بالكتير، مش قله؟ بريزه كبيره؟ دي فازا سافر من القرن ال 18، تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد الباب؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ ان شاء الله. بقول لك بلاش بالله دي، انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، انا مايل الومني. طبعا اذنكم. يلا وراها مستنيين. طب تترزي هنا، ما تتحركش الا لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير مش تجننينا يا سهير. ازاي حضرتك غلبت؟ انا ما اسميش سهير. بس تجنني برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم فيكم جاهز بعد نص ساعه، في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه، كل شيء بالهداوه. ايه يا ابن حبيبي؟ طب
ما عندكش نظر مش تلغي لي؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح لنفسك. اه يلا امشي. انا سجنك. اه ده انا. يلا امشي. خيريه اللي عايش في امريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لاسيته كده؟ اللي ماشيته كده؟ يوديك لاين ده اللي ساعد نايم ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعهد. متعهد؟ متعهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عمري. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبله. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انت حق عليك. ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. بلاش وزون. وزون اتخرم؟ قال يا ابن خالتي مره اتخرم من الوزون كنا صغارين. فكان ضرب يا عيني. كانت امه بقى مربيه وزون فوق السطوح. خرم هو الوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الوزون مخروم. قال له علقه. تسمعني يا عبله، انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك، وانت السبب فيها. انا يا عبله؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبله. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبله. انا بقول لكم كده. على العموم انا حابب اديلكوا عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا عم بتاع الاذون انت. موسى! ايه ده؟ يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول، انت تالت وهنا؟ اعلى موسى، اعلى ما تهورش، اعلى ما تأذى المجنونة مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما تقتلنيش يا موسى! هرجوك طلعني. كده؟ طب يا بنت موسى، وادي اللي اقول لك. Oh,
قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك ونلبس كراسينا باللي علينا. ماشي كلامك. درجن 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 شد الدعم يا حبيب يا حبيب. طيرن على خلنا على خلنا ميادين المعركة دي نادلنا. ملهاش عاد تعرفوا تعملوا كده مجنون. هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 شريف معاك. دعاء اه لقيتوها فين؟ ايه طيب انا جاي حالا. على الحاله دي وينطبق عليها اوصاف البنت المخطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضيه دي. من بكره هكلم بيها ضابط تاني، ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. حنفي الحق اخوك يا ابني، هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. الو حنفي، انت فين يا حنفي؟ اسمعني كويس يا باشا،
قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني ما اكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. انت ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاع. ايه هروح اقدر؟ ما تخليش الغضب يعمى عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. يا احمد اركب. بقولك دوها فين؟ هو هيفلت من ايديكم. وصلوا الأول. هتشوف لما تحصلها. أنا معاك ما تخافش. احسن تروح تصير يا احمد، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. ولا فين؟
يلا يا حنفي. على فين؟ رجعت مطرح ما جبتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تستقيل أنت استقيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. ألو؟ صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ أنا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي أو معاك لازم توصلني، وإلا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبلة مراتك. وإذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عبلة عبلة قدامك ساعة تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعدي عليا ولا عدي عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. كفايه بصل برضه لحسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، واحنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الزياش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال في الام اف بي؟ ده هو صراصير ده مرزوق. لا ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق والاف اول حرف من فضل والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجم. هبوظ لك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان مش فاهم يا اختي؟ ايه ده غير انك لهول. طيب انا حوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير.
مالي ومالي وتجيبونا اتفرج على مكاتب مش موجوده الا في احلامكم. ما هو لازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه شروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله خد يا عمرو. ايوه كده ما تشوفش. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين ما تزودش عن ثلاثه لتبرتشك هي. ما تيجي تبرتش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شوف الحواري. عبد برتوشه. اديله 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 اديله. الله يا حبي الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا ابني. احسن برضو عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه شفتك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي.
مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرى يا خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير، ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك؟ مش شبك بطة؟ لو انت هتشبك بطه؟ اه يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطل ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطه دي الحقيقه يا كوتش. بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامره. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركه اللي خدته؟
الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل. صاحبي ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك.
اطلع معاك يا كوتش؟ لا روح انت، بس عدي عليها بكره بدري. بتقول ايه يا ابن الكلب؟ مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل 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 بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. مش فاهم حاجة، مش فاهم يا بركات، فاهم؟ الشرف في التفاهم يا كلب. بركات 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 بركات. كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك. امسك يا ولد. شمر شمر. خد بالك الايام دي كويس، اسمعني مش عاوز معاوحة كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده.
سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقول لك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومالي الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين حيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودا على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بقال لك عننا. ما هو ده انا لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غنوه البنزين. البنزين غير قرشين سار. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو، ماليش دعوه بالشحاتين كبتاء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ما انا كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فن. أه فن. أنا فن. فنتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد، ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. أمي يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها السكرتارية. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مين دي؟ انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص مدام مثلا مثلا، تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعة كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعودة تخرج مع رجالة من غير خطوبة. على رأيك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة طلع مش اعمى، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كتير.
يعني البيت طلع ظابط نجاحس. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يقدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتو وبخرت الشقه بعد الصلاه. بس اوعى تقولي ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنه الشريفه من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه يا بابا؟ حسنين البرطوشي. ايه البرطوشي؟ الحمد لله، دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية، طب خش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معزه. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كورن فليكس. حاجه ساعة، اي حاجه. حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتش. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تخبطيش نبال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تغرضيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. Thank you.
مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. يا ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحدة، اي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكة اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد حابب محترم من امبا. انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة يا عيون عايدة، انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي. وفي الحقيقة انا ما استهلكوش يا واد. انت متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز ادوكوا بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع. عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمة امنا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك. انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايز
عايدة انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة عايدة، وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما انا شحات مفيش اوطى من كده. ضايقتك شويه مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتني؟ المدموزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ لا، وانت عرفت منين؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكام ده. شحاته افندي، شحاته افندي، انت حكومه، انا ما عملتش حاجه، انا انت حكومه. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه؟ تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاق. الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، وأحدث ورش للصيانة تحت إشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم إنهم يرمشوا، بس أنا هعرف أخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة.
للسر شوبس بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال إيه؟ عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص. ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته. انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الضابط. الله، ايه يا جدعين؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي؟ انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدعين تسترزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه.